لا، الفيف أولا يعني. خطبة الزهراء صلوات الله عليها مروية بأكثر من سند عند القوم ومن أكثر من طريق. اي يعني مثلا هذه أنا انتخبت فقط كتاب السقيفة وفدك للجوهري، نعم هنالك مثلا كتاب لشخص متقدم عليه وهو بلاغات النساء لابن طيفور وهو الإمام الحافظ عندهم، أيضا يروي الخطبة وفيها نفس هذه المقاطع. ابن أبي الحديد يروي الخطبة وإن كان أيضا عن كتاب السقيفة، المسعودي يروي، كثيرين يعني كثيرين. الآن أنا ما كان سياق كلامي في تخريج الخطبة الشريفة، وكذلك أقوال الزهراء عليه السلام في تكفير هؤلاء وفي الحث على قتال هؤلاء وفي بيان مظلوميتها وأنها مجروحة من هؤلاء. هذا أمر بعد سارت به الركبان، يعني موجود في صحاحهم، في كتب الحديث عندهم، في كتب السير عندهم. بعد واضح، لا ينبغي أن يختلف اثنان الآن مثلا على أن الزهراء صلوات الله عليها وروحي فداها كانت قد استشهدت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر، وأوصت بأن لا يصليا عليها، وكانت تقنت عليهما في كل صلاة تصليها، تدعو عليهما في كل صلاة تصليها. هذا مثلا رواه الإمام عندهم ابن قتيبة في نعم كتابه الإمامة والسياسة، وهكذا.